مرحبا بكم مشاهدي قناة مساواة في حلقة جديدة من متر الصحافة، نستعرض لكم من خلالها أبرز وأهم العناوين التي تداولتها الصحف العربية والدولية. واستكمالا لتغطيتنا حول موضوع القدس، نرى الآن كيف تناولت الصحف الدولية هذا الموضوع لنشاهد. البي بي سي: الضاحية ترفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيلية. تجمعت حشود كبيرة في الضاحية الجنوبية من بيروت للاستماع إلى خطاب ألقاه زعيم حزب الله حسن نصر الله للإعراب عن رفض قرار ترامب الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. نبقى مع البي بي سي: الشرطة الأمريكية تحتجز شخصا بعد انفجار في نيويورك. وقال مسؤولو إطفاء إن 4 أشخاص أصيبوا ولكنهم ليسوا في خطر، وقالت الشرطة إن المشتبه به أصيب. CNN من رام الله: خيبات أمل فلسطينية قد تشعل نارا أكبر. نبقى في CNN. سفيرة أمريكا للأمم المتحدة: السماء لم تسقط بسبب القدس ونواجه إيران مع العرب. عنوان آخر في CNN: إيران تعلق على اجتماع الجامعة العربية حول القدس لم يتضمن موقفا أو إجراء، والسبب اللامبالاة. عنوان الرابع في CNN: ملفات القدس وسوريا ومكافحة الإرهاب بلقاء بوتين والسيسي في مصر. وكالة رويترز: الاتحاد الأوروبي بلغ نتنياهو رفضه خطوة ترامب بشأن القدس. أيضا في رويترز: بوتين: القرار الأمريكي بشأن القدس يزعزع استقرار الشرق الأوسط. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن روسيا وتركيا متفقتان على أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط. وأخيرا في رويترز: عباس يزور القاهرة وإسطنبول لحشد دول المنطقة بعد قرار ترامب بشأن القدس. كثف الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين جهود حشد دول الشرق الأوسط لمواجهة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث يبدأ محادثات مع زعماء العرب تنطلق من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، واستكمالا لموضوعنا حول القدس وخاصة عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، نستضيف معنا في هذه الحلقة الصحفي والإعلامي نبيل سلامة. أهلا بكم في هذه الحلقة. بداية، عند تتبعنا للصحافة العالمية لاحظنا أن هنالك بين قرار ترامب وبين الصحافة الأمريكية هنالك تناقض، هل تعتبر ذلك هو موقف طبيعي للصحافة أو امتداد لاستقلالية الإعلام الأمريكي، أم هو تناقض في موقف ترامب؟ لا، هو مش تناقض بموقف ترامب، هو مش تناقض. الصحافة الأمريكية تناولت الصحافة الأمريكية معروف أنها هي موجهة عمليا، واللي بقودها اللوبي الصهيوني عادة، واللي بضع العناوين واللي بكون معني بالعنوان والرسالة اللي تخرج بالعناوين واللوبي الصهيوني. يعني من يملك الصحافة الأمريكية هو الإعلام الصهيوني، هذا ما في عليه جدل. لذلك بتحاول الصحافة الأمريكية تقزم نوعا ما من التصريحات المنتقدة أو من ردود الفعل المنتقدة لرئيسها ترامب بسبب قراره. بمعنى آخر، ما في تناقض بموقف ترامب بقدر ما في تناقض بالموقف الصحافي الأمريكي. الصحافة الأمريكية أعتقد ما تطرقت بالكامل للموقف وللإجماع العالمي ضد قرار ترامب. ترامب قراره واضح، ما كان فيه تردد، ترامب وقراره كان واضح، هو من يغرد لوحده خارج السرب العالمي، ما في إجماع بالعالم. حتى في أمريكا يعني في أصوات الآن تقول بأنه هذا القرار قد يكون خاطئ وقد يسبب لنا مشاكل بالمنطقة الشرق الأوسط. أنا يعني سمعت بعض العناوين من على أو اقتباسات من قبل زعماء عالميين، الكل بأكد على أنه يعني هذا القرار سيزعزع الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. صار له أسبوع تقريبا مش شايف أنه تزعزع الأمن والاستقرار. أنا في حلقة سابقة حكيت بأنه ما كان يكون وما يكون كان ولا جديد تحت الشمس. يعني العالم، هذه القضية هي قضية عمليا، قضية هي قضية القدس، ولكن يبدو لي أنه عمال تنزل شوي شوي من الإعلام. طبعا الإشي متعلق بتداعيات. نعم. على الأرض. ما في تداعيات بوجود يعني فعل على الأرض. نعم، والتغطية الأمريكية والأوروبية بشكل عام يعني بموضوع القدس انخفضت وتيرتها، لماذا يعني؟ هل عامل الزمن أم لماذا؟ أو شيء عامل الزمني، الفترة كمان، يعني التايمينج. يعني احنا بفترة نهاية السنة والشعب الأوروبي منغمس، يعني صحافي صحافة بزنس. الآن الشعب الأوروبي بشكل عام كريسمس وسيلفستر وما إلى ذلك، وما بهم الرأي العام قضية الشرق الأوسط. صدقيني ما بهم قضية الشرق الأوسط، تناولوها ربما بزخم أول يوم يومين، بعدين
همد الموضوع. هل تعتقد ربما لانخفاض الموقف السياسي مثلا؟ لا يعني انخفاض وتيرته في لا الاعلام. لا مش انخفاض، لانه ما فيش ردة فعل من الطرف الاخر لحد الان، احنا مجرد تصريحات ومنشيت عناوين فقط، لكن ما في خطوة عملية. يعني احنا في انتظار غدا الاربعاء اعتقد مؤتمر قمة اسلامي دعت اليه تركيا. نعم، والقمة الاسلامية يعني حسب تطلعنا للصحافة الدولية غابت كثيرا عن هذا المشهد الاعلامي. ما لماذا الصحافة الاوروبية والامريكية مؤتمر قمة اسلامي التي تعقد تركيا؟ ما بعنيهن كثير كما مرة، لانه الاعلام الاوروبي منشغل بقضايا اخرى، قضايا الامن والامان، خاصة بهاي الفترة اللي هي حرجة لإله، قضية الاعياد وقضية العائلات. يعني ما في اهتمام. ايش بده يطلع من المؤتمر القمة الاسلامي؟ هذا مؤتمر ثاني. انا كثير تشوق ان اعرف شو بدها تكون نتائج المؤتمر القمة هذا اللي دعت الى تركيا. تعرفي في ناس تتصيد بالمي العكرة، يعني تركيا استغلت الموقف ودعت على جناح السرعة مؤتمر قمة اسلامي، وكأنه ما بعرف، انا الخوف انه يصدر من هذا المؤتمر مجرد ادانات فقط كما كان في الماضي. انا يعني كمان مرة اخشى من انه ما يكونش في مضمونه، الا ما بكونش في مضمون وفي ردة فعل عملية من هذا المؤتمر، هذا بقوي الطرف الاسرائيلي وبقوي الطرف الامريكي. هاي المشكلة. إذا هل تعتقد مثلا يعني عدم ظهور القمة الإسلامية في الصحف العالمية هو أيضا لتغييب الدور التركي في الشرق الأوسط مثلا؟ ممكن يكون تغييب، نعم تغييب الدور التركي وتقليص حجم تركيا في هذا الموضوع. هذا كمان جانب، ولكن أنا بدي أربطه كمان بقضية أنه القضية بطلت كتير مهمة للعالم، لأنه كانت ممكن تكون مهمة للعالم هبة إذا كانت، لو كانت ردود الفعل أكثر عملية، حتى لو كان في ردود فعلية على الأرض. مثلا مقاطعة أمريكا، سحب سفراء، أنا عارف دعوتهم إلى الاستشارة، ما كانش فيه ولا أي خطوة عملية. لا بالعكس، قبل يومين ثلاثة بنسمع بنسرب خبر وكأنه فيه وفد بحريني على الرغم مما حدث يزور إسرائيل. طبعا البحرين نفت وقالت إنه هذول جماعة ساكنين في خارج البحرين على سبيل المثال ولا يمثلوا الشعب البحريني، ولكن هاي تنفيس عمليا بتفرجيك على إنه على الرغم من حجم ويعني ضخامة الحدث اللي هز العالم العربي والإسلامي، ولكن بتشوف دائما في ثغرات. الصحافة معنية كمان تفرج هذا الخبر، بالمناسبة في صحافة معنية، أنا الصحافة الإسرائيلية الصحافة العالمية هل غطت هذا الخبر ولماذا بحسب رأيك؟ لا ما غطتش الخبر، هذا الخبر يعني يقتصر على الريجن على المنطقة أكثر. إيش بهم الصحافة الأوروبية إنه جاي وفد بحريني يزور إسرائيل؟ أو قبل مدة كان وفد سعودي مثلا، يقال بأنه كان وفد سعودي. طب يعني هنا يعني بحسب أنت اعتقادك هنا الإعلام الأوروبي يعني ماذا يهمه؟ ماذا يريد من عناوينه لإظهارها؟ ما يهمه بالشرق الأوسط في عناوينه؟ ما بهمش الشرق الأوسط. بتحكي لي على الصعيد السياسي أو الصعيد الشعبي؟ الشعبي طبعا ما بهني، ولكن والله أنا بشوف أن الشعوب في أوروبا أكثر حمية وأكثر حماس من الشعوب العربية نفسها بقضية التضامن مع الشعب الفلسطيني. شفنا شو صار بالسويد امبارح، شفنا شو صار في هولندا، وشو صار كمان في بريطانيا وبفرنسا. أنا أعتقد أن الصحافة الأوروبية تناولت الموضوع في بداية القرار الأمريكي وكانت بوتيرة عالية، والآن همدت الوتيرة العالية. كمان مرة الإشي يتعلق بردة الفعل الطرف الآخر. إذا بتقولي لي أنه كان في ردة فعل من الطرف عدا عن الطرف الفلسطيني، تقريبا في إجماع بالطرف الفلسطيني، بشوف أنه الخطاب واحد والموقف واحد وصريح واضح. يعني امبارح سمعنا لخطاب حسن نصر الله، يعني في نوع من اللعب كمان على العواطف. يعني انا نعم. حضرت انه الصحافه لها دور مهم جدا. نعم. تحافظ على الشعوب. ربما نتطرق لهذا الموضوع لخطاب السيد حسن نصر الله في محور اخر من حلقتنا، لكن للعوده الى الصحف الاوروبيه عزيزي نبيل، يعني انا ساتطرق يعني ساقول عنوان القت البي بي سي الضوء على نشاط جزء من البرلمانيين الاردنيين بالغاء اتفاقيه وادي عربه. يعني في هذا العنوان الذي عنوانته البي بي سي، هل يرغب الاعلام الاوروبي مثلا باظهار اهتزاز بالتسويه مع اسرائيل مثلا، او ماذا يريد هذا الخبر؟ انتبهت البي بي سي بريطانيه مش فرنسيه. نعم. مثلا او مش المانيه، مش غريب انه عفوا انه بريطانيا تهتم بهذا الخبر بحكم العلاقه بين الحكم، بين السلطه في الاردن وبين الشعب الانجليزي او الصحافه الانجليزيه، في علاقه، في كيمياء، في تفاعل. موضوع مهم انا اعتقد في غايه الاهميه، لكن اذا بتفحص باقي الصحافه الاوروبيه ما طرقت الموضوع، او ممكن طرقت له بشكل مهمش يعني في زوايا خفيه مش على صدر صفحاتها الاولى. هذا موضوع مهم اعتقد، وتناولته الصحافه البي بي سي تحديدا، لانه البي بي سي معروف مواقفها
معروف شو الموقف تبع البي بي سي. البي بي سي هي صحافة حرة اللي دائما تكشف الحقائق حتى لو كانت يعني لا ترضي طرف معين. يعني البي بي سي تحديدا يعني رأينا موضوع القدس هي في أبرز عناوينها بدون شك. نعم. مش من جديد هذا على البي بي سي، يعني من جاي على البي بي سي دائما تطرق، بعكس مثلا بعض الشبكات الأمريكية التلفاز هناك الموالي للسلطة أو موالي للرئيس أو لمؤسسة الرئاسة والبيت الأبيض ممكن تتناولش الموضوع بالمرة، ولكن في صحافة أخرى كما هو الحال عندنا في البلاد. يعني صحيفة أرس تختلف عن صحيفة مثلا يدعوات أهرنوت، تستعد صحيفة يدعوات أهرنوت هنا تحط على صدر صفحتها الأولى عنوان ما شفته أنا بالقدر ولكن تبعته أنا باللغة العربية، ولكن عن الصفعة التي تلقاها مثلا نعم. نتنياهو في زيارته للاتحاد الأوروبي أول امبارح أو امبارح نعم. هو تلقى صفعة عمليا وأبلغته موغريني بأنه واضح القرار والموقف الأوروبي واضح وصريح، نحن ضد إقامة ضد نقل السفارة ونحن مع عاصمة لدولتين أن تكون القدس. الصحف الدولية كيف تناولت هذا الموضوع؟ تصريحات الأوروبيين برفض هذا القرار، تصريحات لا كان فيه زخم إعلامي بالصحافة ووكالات الأنباء اللي تناولت الموضوع وأبرزت أنا انتبهت أنه أبرزت تصريحات موغريني. موغريني كانت واضحة، والصحافة الأوروبية دائما تهتم بشؤون الاتحاد الأوروبي، تهتم أكثر من بريطانيا، بريطانيا على وشك أنه تني، ولكن دول الاتحاد الأوروبي كانت مع هذا التصريح وأبرزته على أنه إحنا موقفنا واحد مثلتنا فيه موغريني. وأبلغت نتنياهو خرج زعلان وغاضب، يعني زيارته ما جابت شيء بالمرة. يعني هذا القرار بدرجع على قرار ترامب، أنا هبة قرار ترامب أجب زمن ممكن حكينا عليه قبل البرنامج، لإله مناسب ولا نتنياهو مناسب؟ كان ممكن نتنياهو أو ترامب يأجل كمان مرة 6 أشهر نعم. ولكن في وضعية سياسية هو موجود فيها ترامب ونتنياهو في 2 أصدقاء وعارفين ما ينتظرهما من حيث تحقيقها.